في البدايه سعداء بوجود قيمه كبيره زي كابتن طارق دياب على شاشه قناه النادي الاهلي، وهدخل موضوع الحلقه على طول معاك كابتن طارق. احنا كنا بنتكلم دلوقتي قبل ما حضرتك تخش معانا عن الاساطير الرياضيه وكيفيه تطبيق الشرف بتاع الاسطوره ده، لازم الحفاظ عليه. لما يبقى فيه كلام على زين الدين زيدان في فرنسا اللي بيطلع يرد كلمة بيه وبيتشال فيها رئيس الاتحاد، الكابتن رابح ماجر، الكابتن عزيز بودربالة، كابتن طارق دياب، كابتن محمود الخطاب، دي اساطير كبيره للوطن العربي. اتفضل يا كابتن طارق، قول لي راي حضرتك في تقديس الاساطير الرياضيه في الوطن العربي. صحيح، انا اتالمت كثير على رابح ماجر، لان رابح ماجر لاعب غير كل شيء في الكره الجزائريه، يعني اعطى للكره الجزائريه الكثير والكثير، خصوصا على الصعيد الدولي، ولاعب تعلق مع فريق بورتو. وبالنسبه لرابح ماجر اللي صار له معك المفروض ما يصيرش، لانه كما قلنا لازم نحترمه الاساطير نتاعنا. نشوفوا زيدان، معناتها زيدان الى حد الان ما تكلمش، ونشوفوا صار في رئيس الاتحاد، لانه يحترموا الاساطير نتاعه. صحيح محمد جر ممكن كمدرب ما نجحش مع المنتخب الجزائري، لكن لازم يحترموا المسيره نتاعه الرياضيه، سواء مع الفريق نتاعه الجزائري او مع المنتخب الجزائري. واعتقد ان اللي صار مع رابح ماجر المفروض ما يصيرش مع اي لاعب في الوطن العربي، خصوصا اللاعبين اللي اعطاوا للكره العربيه ورفعوا معناتها الكره العربيه الى اعلى مستوى. ان شاء الله نتمنى انه يصلحوا الغلطه نتاعهم، خصوصا الاخوان الجزائريين اللي بالنسبه لي انا غلطوا مع اللاعب الكبير رابح ماجر. والصحافه لازم معناتها هي اللي تقوم بالشيء هذايا، وهي اللي تحاول انه ترجع معناتها حسب رايي شيء القليل لرابح ماجر، يعني كما قلت انه رابح ماجر 7 و8 سنوات مستوى عالي مع المنتخب الجزائري، لعب كاس عالم نسبتين، حصل على الكره الذهبيه. رابح ماجر المسيره نتاعو في اوروبا من افضل اللاعبين العرب، لهذا نتمنى انه ما يصيرش مع نجوم اخرين عرب، بالعكس لازم نحترموهم. لازم نحترموهم، لازم معناتها نعطيهم يكونوا قدوه للاعبين الشباب واللاعبين الصغار واللاعبين اللي ينشطوا حاليا سواء في الدوري الدوريات العربيه او الاوروبيه. كلام محترم من احد اساطير الوطن العربي طبعا. طيب هنبدا بقى من ناحيه مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. يا كابتن، توقعاتك لهذه البطوله، والاهلي هيبدا امام اوكلاند سيتي، لقاء قوي في الاول يوم 1 فبراير، يعني توقعات حضرتك للبطوله عموما ولمشاركه الاهلي في البطوله دي؟ والله ان شاء الله الاهلي عنده خبره كبيره، يشارك في عديد المناسبات في البطوله هذه، وحان الوقت انه الفريق هذا يلعب الادوار الاولى ويوصل للدور النهائي، وليش لا ما يفوز بالبطوله هذه؟ لانه في كاس العالم الاخيره تعلمنا الكثير من البطوله الاخيره، كاس العالم نشوفوا المنتخب المصري، المنتخب المغربي يوصل للدور النصف النهائي، نشوفوا المنتخب السعودي فاز على الارجنتين حامل اللقب، شوفوا تونس فاز على فرنسا، شوفوا اليابان اخرجت معناتها منتخبات كبيره منهم المانيا. ولهذا لازم معناتها النادي الاهلي يلعب حظوظه 100%، لان مشكلتنا احنا العرب دائما هناك الخوف، الخوف من الفرق الكبيره. لا، اليوم ما عادش فما خوف، لازم النادي الاهلي فريق عريق، فريق يلعب الالقاب كل موسم سواء القاريه او المحليه، وفريق تقريبا عنده 7 أو 8 لاعبين في المنتخب. لهذا حان الوقت ان النادي الاهلي يلعب الادوار الاولى، عنده امكانيات يلعب الادوار الاولى، لانه يعني اسم كبير في العالم العربي وفي افريقيا. حتى الفرق الاوروبيه اصبحت تخاف من الفريق هذا. ولهذا ان شاء الله نتمناه ان النادي الاهلي يمشي يلعب البطوله هذه باش يفوز، مش باش يوصل دور ربع النهائي او النصف النهائي او النهائي. ان شاء الله نتمناه ان الاهلي في مدريد، مش عارف هل دور النصف النهائي مش مع مدريد أو لو الاهلي يلعب مع ريال مدريد فعلا كابتن. ان شاء الله، ان شاء الله كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. يلعب ثلاثة الامريكي الاول وبعدين ريال مدريد سيمي فاينل بالضبط. ان شاء الله، ان شاء الله كل شيء ممكن، خصوصا الريال يمر فتره صعبه، الريال مرتاح من حالته.